شاركتم في فعاليات مؤتمر تعزيز الحياد التنفسي، التجربة المصرية والدولية بجمهورية مصر العربية. ما هي مخرجات هذا المؤتمر وكيف يمكن تنفيذ هذه التجارب داخل الدول الأعضاء؟ حسنا، هذا المؤتمر كان خطوة هامة اتخذتها مصر، خاصة أن مصر أحد الدول الهامة في أعضاء الكوميسا. ولماذا أقول ذلك أنها خطوة هامة؟ لأن المنافع والعوائد من هذا المؤتمر سوف تؤثر على كافة الدول الأعضاء بالكوميسا، حيث أن مصر عضو بالكوميسا وترغب في الاستفادة من الاتفاقات التجارية بين الدول الأعضاء الأخرى من الكوميسا. ورغم ذلك، إذا كان هناك بعض الحوافز إلى الدول الأعضاء في مجال المنافسة والسوق المشتركة من خلال التمويل، يعني ذلك أنه تستفيد شركاتهم من خلال المنافسة الحيادية والعادلة مقارنة بالشركات المصرية، فبالتالي يمكن تحقيق التوازن في المنافسة. فبالتالي مصر تضع مثالاً نموذجيا للحياد التنفسي، وهو أحد الأمور الهامة بشكل كبير التي وهي إحدى الخطوات التي اتخذتها مصر وفقا لكافة قواعد المنافسة المحايدة بين الدول الأعضاء في الكوميسا بما في ذلك مصر. الكوميسا وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لتعزيز القدرة التنافسية وبناء القدرة الإنتاجية الإقليمية. هل لك أن تطلعنا على أبرز محاورها وأيضا آليات تنفيذها داخل الدول الأعضاء؟ Thank you so much. شكرا جزيلا على هذا السؤال. إن الكوميسا في الحقيقة كنت أود أن أذكر في البداية أن الكوميسا عندما ننظر إلى القوانين فهي تندرج في طياتها مبادئ الحياد التنافسي، وفي القانون هذا الأمر واضح تماما وينطبق على القطاع العام وكذلك الشركات من القطاع الخاص. وعندما ننفذ هذا القانون لا نختار إن كنا نتعامل مع شركة من القطاع الحكومي أو الخاص. في على سبيل المثال في كينيا مؤخرا كنا نتعامل مع بعض الشؤون الخاصة بهيئة الموانئ الكينية، وهي أحدى الشركات التابعة للقطاع الحكومي. هنا في مصر نتعامل مع هيئة قناة السويس، هذه الهيئة تديرها الحكومة لجمهورية مصر العربية، فبالتالي القانون يشمل التعامل مع كافة القطاعات الحكومية أو التعامل مع القطاع الخاص من الشركات الحكومية أو الخاصة بالطبع، طالما أن هذه الشركات ضمن الدول الأعضاء بالكوميسا. من الهام أن نذكر أن الحكومة في بعض الأحيان تضع بعض هذه السياسات لأنها ترغب في تحقيق هدف كبير وعام، وهم يحاولون تحقيق ذلك. لا تمنع الحكومة من تقديم حوافز إلى الشركات طالما أن هذه النوافع والعوائد التي تحققها الشركات تعود بشكل كبير على الحكومة كذلك وعلى الشعب بشكل عام. فوضعية التنافسية للكوميسا تقدم المشورة إلى الحكومات بشأن هذه الحوافز والدوافع المقدمة إلى الشركات، ولتحقيق ذلك ما فعلناه هو الدخول وإبرام في مذكرة تفاهم مع هيئة المنافسة المصرية في جمهورية مصر العربية في إطار اتفاقية المنافسة مع الحكومة المصرية وكذلك عدد من الدول الأعضاء الأخرى، لتحقيق وتعزيز وتحسين بعض من هذه المشكلات المتعلقة بالمنافسة.